أهلا وسهلا، معكم أحمد، متخصص في تصوير وإدارة الإعلانات التجارية داخل الأراضي التركية. اليوم راح أتكلم عن ما هي العلامة التجارية وكيف أنا كمنشئ محتوى أو كشركة أختار العلامة التجارية المناسبة لإلي. لو عملت اختبار بسيط بيني وبينك وحكت لك أنه هذه العلامة التجارية أو اللوجو أو الشعار لمين بعود، انت راح يروح فكرك وتفكيرك سريعا للأجهزة اللي بتصنعها شركة أبل. شو اللي خلاك انت تفكر كمشاهد في هذه العلامة التجارية هو الانطباع اللي ينعكس على هذا الشعار، اللي طريقة ترويج الإعلانات التجارية وطريقة تنشيط الإعلانات التجارية من شركة أبل هو اللي خلاك انت تحفظ هذا الشعار. لو رحنا للشعار الثاني راح يروح برضو فكرك على الصناعات اللي بتصنعها شركة مرسيدس، برضو نفس الطريقة. شو اللي خلاك انت تفكر في هذا الشعار اللي هو بساطة التصميم في شعار شركة مرسيدس والعلامة التجارية هذه اللي انت دائما بتشوفها في كل مكان، موجودة على السيارات وبتلف في الشوارع. فتنشيط العلامة التجارية هو كتير مهم، والبساطة في تصميم العلامة التجارية بحد ذاته كتير مهم في كيفية اختيار العلامة التجارية المناسبة لإلك أو لشركتك كأنت يعني كشركة أو منشئ محتوى. إذن العلامة التجارية بحد ذاتها بتقدر تحكي هي بمثابة علاقات عامة ما بينك وبين الجمهور، بحيث أنه هي تعكس وجهة نظر الشركة أو الفكرة اللي أنت بتقدمها. والبساطة في التصميم كمان بخلي الأشخاص يحفظوا العلامة التجارية. فضرورة أنك أنت تستعين في مصممين للحصول على علامة تجارية واضحة ومميزة، هذا إشي كتير مميز أنك أنت تشوف المصممين اللي بيعملوا علامات تجارية رائعة مثل شركة أبل وغيرها من العلامات التجارية، أو أنت كمان تشوف العلامات التجارية اللي في السوق وتعرف أنت تختار علامتك التجارية الواضحة لإلك والواضحة للمنتج اللي أنت حاب تقدمه. طبعا في احنا كمصممين كتير بنقع مع اصحاب شركات بقول لك عملنا مثلا شعار او لوجو، بقول لك حط لنا هان شجره، هان تفاحتين، هان طلع العمود، فبده يحط كل تفاصيل الشركه تاعته في العلامه التجاريه او في الشعار او في اللوجو تاعه. فهذا الاشي كتير يعني خطا، يعني كل ما كانت العلامه التجاريه بسيطه وكل ما كانت العلامه التجاريه سيمبل، كل ما كانت أحسن في طريقة الإعلانات التجارية وكل ما كانت أفضل في طريقة حتى متابعة هذا الشعار وسهولة حفظ هذا الشعار. في نهاية هذا الفيديو بتمنى تكون استفدتوا من الفيديو، في أمان الله.